قناة المسلم أخو المسلم الدعوية، بوابتك للعلم النافع. شرع الله لكم في ختام هذا الشهر صدقة الفطر، صاعا من الطعام الذي يقتات في البلد، طعام الذي يوكل في البلد بمقدار الصاع النبوي، والصاع النبوي 3 كيلو تقريبا، فمن أخرج 3 كيلو فقد أخرج الواجب وزيادة من باب الاحتياط. وصدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وهي زكاة البدن، كما أن الله فرض الزكاة في المال فرض الزكاة في البدن، وهي واجبة على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تدفع ليلة العيد، ولا بأس بتقديمها بيوم أو يومين قبل العيد، ولكن الأفضل إذا ثبت الهلال إلى أن يخرج الناس لصلاة العيد وينتهي وقت الفضيلة. ومن نسيها أو لم يعلم بها إلا بعدما صلى العيد فإنه يخرجها على أنها صدقة، على أنها صدقة من الصدقات، لا يتركها، يخرجها. ومن فاته يوم العيد ولم يخرجها فإنه يقضيها ولا يتركها أبدا، لأنها فرض واجب عليه، تدفع للفقراء والمساكين والمحتاجين، يستغنون بها في هذا اليوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، وليفرحوا مع الناس. ولأن يوم العيد وأيام العيد ليس هناك أعمال للكسب والحرفة، فيعطون ما يأكلونه في هذه الفترة، ليس هناك محلات للبيع يشترون، فأعطوهم الطعام، ولا يجزي أن تعطوهم النقود، النقود لا تجزي في صدقة الفطر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شرعها في الطعام، صاعا من طعام، لأن الناس في هذا اليوم بحاجة إلى الطعام، والنقود لا تكفي حاجتهم في هذا اليوم، لا يجدون مجالا لها، فهم بحاجة إلى الطعام ليأكلوا مع الناس ويفطروا مع الناس، فأخرجوها في وقتها طيبة بها أنفسكم، محتسبين أجرها وثوابها على الله سبحانه وتعالى. زكاة الفطر واجبة قبل صلاة العيد، ومن نسيها فإنه يتدارك، متى ذكر يتدارك، سواء يوم العيد أو بعد يوم العيد، لأن هذا فرض، فقد نسيه فيأتي به قضاء لا أداء، لأن الأداء ذهب وقته قبل الصلاة، ولكنه يأتي به قضاء، وليس لأحد أن يتعمد إخراجها عن وقت صلاة العيد، وإن تعمد ذلك فإنه يأثم ويخرج الزكاة قضاء لا أداء. أسأل عن هذا السؤال فضيلة الشيخ، فقد كنت صائم في شهر رمضان الماضي، وكنت أعمل في منطقة بعيدة ولم أخرج زكاة الفطر، أفيدوني عن ماذا أفعل جزاكم الله خيرا وقد مضى سنة كاملة؟ أولا نقول لهذا السائل إنه لم يمض سنة كاملة، مضى 10 أشهر، تاريخ كتابه كم؟ لم يذكر التاريخ. وثانيا كان عليه أن يسأل مبكرا
لكن نسأل الله لنا وله العفو. اللهم آمين. فالواجب عليه الآن أن يخرج زكاة الفطر حالا من حين أن يسمع كلامنا هذا. هذا السائل سماحة الشيخ محمد علي يقول: نحن مجموعة من الإخوة المقيمين بالمملكة العربية السعودية من السودان، نجمع زكاة الفطر حسب تكلفة زكاة الفطر للفرد الواحد هنا في المملكة، ثم نرسل هذا المبلغ في بلادنا لشخص موثوق ليستخرج زكاة الفطر حسب قوت أهل بلادنا، ثم يقوم ذلك الشخص بشراء زكاة الفطر حسب ما لديه من عدد أفراد الأسرة المرسل له من المملكة، وعندما يبقى مبلغ بعد الشراء يقوم بتوزيعها كصدقة تطوع، هل يجوز ذلك حفظكم الله؟ لا حرج في ذلك، لا حرج في هذا، لكن الأحوط أن تخرجوا زكاة الفطر في البلد التي تقيمون فيها، هذا هو الأحوط لكم، إخراجها في البلد التي أنت مقيم فيها هذا أولى، لأنها مواساة لأهل البلد التي أنت فيها، فإذا أخرجت أرسلتها إلى فقراء بلدك أجزأت إن شاء الله، لكن الأفضل الأحوط والأفضل هو إخراجها في البلد التي أنت مقيم فيه، لأن جملة من العلماء يقولون يجب إخراجها في البلد التي يصوم فيها المسلم، يخرج زكاة في البلد التي هو مقيم فيها، هذا عند جمع من أهل العلم، وإذا نقلها الحاجة فلا بأس إن شاء الله، لأن كونه يخرجها في البلد الذي هو مقيم فيه وصائم فيه هذا هو الأحوط. أحسن الله إليكم.